وانت تحب الشقاء؟ احنا خلقنا العبادة ولا الشقاء؟ كف سنين يا ولد. تطور الوضع، اخذ لك الحين عصيرات واشياء باردة. انا اصلا احط اللي سواق يعني اخذ لك عصيرات. لا بقدر اخذها لا مثلا يلا باخذها وبروح حلبي. لا عصيرات تاخذها حلبي، روح له سوي لك تاون، روح لجدة فل بحر سلطان. يعني نفس واحد الرجال راح يسوي تاون يعني ما في عز القايلة. طيب اسوي بشت انا في عز القايلة، درجة الحرارة 50 مليون. طيب هذا هو يطلب لا تغير لونك. صدق يا ولد وش صار لونك انت الحين؟ ابي وش صار يا رجال؟ رنزي يا رجال نصاب انا وياه مسويين تان. طيب ما تغير ولا حاجه. والله استفدت. ايش سوى؟ سيف استفاد يمتع ارحم يمنعك يدك وسخه، راح غسلها تعال يمنعك، راح غسلها يا وخشمك تعال يمنعك، ياكلكم ياكل ساعات يمنعك يمنعك. اوكي يد 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 يمنعك. لا عطب هناك يمنعك. وش اسمه الثوب ذا؟ انا بدي ايش اسمه. طيب دقيقة. هاي سلطان ثوبك شو اسمه؟ اسمه ثوب بس انه ثوب وشو؟ ثوب. اي ولد ملابسي عندي معلقها مشرقها. يا محبين التنافس والفكاهة يروف اسلم نوفا لك ما بغيت لا تاكل اصحن ما عاد بقى شيء. ايش لونك؟ كم الساعة؟ الساعة 6 وشوية. وعجبني كذا الكمية، كذا الكمية. من راح منكم الجروب؟ ما حد راح. ما حد راح؟ انت؟ طيب انت اسال يا ودي يوم وقت رحت فيه كيف الجو؟ مغرب. يا ولد مصروح انت. لا فلات. لا وصلنا يا ولد بطني ما عاد اقدر اقوم من بطني. بالله بالله امسك. سلطان مد علي راسه خلني وقومني بحسن. اعوذ بالله ايش فيك انت شايين شايب؟ اها قولون. لا هم قيلوا من الرزق اكلت غرناك. لان بطنك كان فاضي 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 فاضي. وايد جاء الرز ودخل البطن. دخل البطن؟ اي هجمين ويروح ارنب. اي الرز الحين بطنك. انت طيب؟ طيب يا الله لك الحمد. دائما طيب والله بخير. جيت من شقرة. لا ولد فيه واحد طلع يعرف. الله يسلمك. من هو؟ تعرف طلال الدغش؟ ايه تعرفه؟ رخ رفيزي خوي كان في الديره ديره انفاء. ايه قاعد اعطني الشاي الشاهي. والله ما اقدر اتحرك، والله ما اقدر اتحرك اقسم بالله. انا قدام سوي رياضه. خلني بطني هدا. قولون هذا ما هو قصدك. والله نظيف. ايه نفسيه تو ما زالت النفسيه. ايه هيك العاد كليتك التلية. لا ما هو كليتي. نبي شلها نشيلها من بعض. نبي شلها نشيلها من بعض. يلا يلا زين هالصوت اللي شل حلو نشلها من بعض عشان الصوت يصير زين. لحالك ما تقدر. ليه الا انا. يلا والله يا له له له. طيب يلا طيب الحين يلا والله يا له شيله اقسم بالله انها تسرين. يا رفيق الدرب. لا لا ثاني يا رفيق. لا الجنب هذا رفيق الجنب. هذه حلوه خبره. وش الشيء الثاني؟ لا ثانيه. وش عن حب وغرام؟ طط. يلا قلها 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 خلنا نسمعها. ماني حافظ والله. يقول عمل وما بحافظه. قديم عمل قديم. يا اخي انت ايش فيك تشخصن الوضع يا خالد؟ بعدين تعال عيونك حسين هذا خذ جواله. انت كيف تحط قطرات؟ كيف؟ عيون ايش فيها؟ ينقع فيها ماء. كيف يعني؟ الحين لا ممكن تدحت تقدر تنقع ماء هنا. انا ما في عيوني الحين. لا عيونك جوا 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 بالحين. ايش سوى هذه عيون؟ طلع. كيف طلع؟ هذا يستهبل. يستهبل. ينررر اخص صار تلبس ماركات يا قاعد. انا ما اصلا ماركة. انا على الزمن صار يفتحون براندات. أنا على الدنيا اكبر ماركة. كوف. وصاروا تفتحون ماركات. فتحنا براند. شريكك. براند انا وسلطان. براند الحمد لله. تقدرون تصرحون في براندكم. براندكم. تصرحون هنا.
وش هو؟ وش هو؟ براند طواقي خاصة حقيقية ستايلات مختلفة تستهبل هذا شو فيه؟ شو كنت تطفيه؟ كذا اعطيك تقول علي انتم؟ الا عندك انت تسحب اما هذا الريال تسحبه ورا لا ما في اما الريال طيب ها ورا براند طواقي يا خالد طاقية ايه ها طاقية بستايلات مختلفة يا سلام حلو شيء حلو يعني طاقية شخالية طاقية ما بطاقية انا فيها احمر وازرق واخضر يعني اشكال مختلفة اشكال مختلفة الله يقويكم ان شاء الله طاقية فيها وحدة اذا هذا مشروعكم اقسم بالله ابشروا بالفشل يا فشلة يا فاشل يا فاشل احنا فشلة ما انا ما بحطهمكم خلي براندي علامة تجارية معروفة مشهورة بالسعودية طيب اتحالف اتوفيك بيد الله بيد الله اقول بعد الله باذن الله إيه؟ واخلي عود انت وردي طيب وش لوني كذا اقسم بالله انه وردي لوني كذا ابيض غريب اي غريب لون الحين يجونك ناس حمران وبيضان هذا وردي لا عرفت طلع المشت الله اني دايم عند البل قبل دايم عند البل وش الفرق بينك وبين المشت دايم عند البل عرفت الملح اللي يحطون انت إيه؟ كذاب عرفت الملح يا شيخ تسذب ليش تسذب كذاب ليش تسذب طيب والله انك ما خاد قال لا اقصد يعني عرفت بس ما عرفت الملح الورد الاحمر اللي يحطونه للبل يحطونه الاغنم قصدك ايه انا والله اللي يعلقونه لا اسالكم سؤال هل كنت انا في هل حب الخيول نفس اللي يحبون الخيول متولين فيها نفس اللي يحبون لا الابل لا الابل اقوى سؤال اسالك الابل الخيول عادي والله يا ريجي ابي تمر وقت ابي بالشاي تعال اسبوع بالله اعطني شاي تكفى شاي زايد لا شاي يو والله تكفى عطنا منه دقيقه شو اسم ناقتك بالله شو اسمه ناقتنا ما هو ناقة نوال وش افضل ناقه عندك شو اسمها عندنا اسمها العالية العالية والرمانة ذروة سعيدة سحيمة 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 ذي احسها كويسة لا تعرف انت وجهك انا اقول احسها ما اعرفها بس احسها كويسة تكلمها من المجهيم من وش لا وضح يا الهوى صبلي ما يفيد الكلام عمار مسكين يا عامر حامد مسكين يا محمود صب لي يا نور عيني من الدل صب لي يا نور عيني من الدل حامد اسم مشهور اشتهر يا عامر صب الشاي يا حمد صب لي يا حامد شاهي لا حد جاب عزبه منه ايه بس انت لا انا اقصد من جاب ابي اوجه عزبه ذا لا يجيب عزبه ولا يجيب عزبه ايش ما يجيب عزبه انت شايف اذا هو مقلم ذا انا العزبه لين تجيني وتسوي لها وتجيب كيف تبغى عزبه وانت اكبر عزبه والله ما عزبه الا غير والله ما عزبه وزير فاهم انت بتكون اوه بيك اب ايش بيجي تشوه عليها تشوه كيف بيشه يا ابو محمد بيشه متسرع ثقه اقصد والله كيف متسرع عنك متطور كيف متطوره اي والله انا ما غير عندهم كوفي واحد والله انا متطوره كل يوم تجي تصور فيه عندهم كوفي واحد والله ما تقول كوفي واحد اكثر شيء بيشه اكثر من بيوت الكوفيات بس ما تجون كوفي واحد جوي انا ابي الكوفي ذاك هو تجيبني بس هو افخم كوفي عندكم صح؟ ايه اسمع حبيبي لا يا اخي كل شخص انت تفضح انا تهرج يا اخي كل شخص يبيع شقرة اقسم بالله شقرة ما جازينها والله ما جازينها خبر انت قديتها يا الوردي يا رجال اي انت انا ما ابي اقدر اسب مدن لا تسديه بس ولد بيشه غير تطري لي شقرة خلاص بيها بوي ثقة بيشه ثقة ثقة الثقة ثقة ما قد جيتها ثقة يا رفيقي ما بزين لك ليه؟ بس ليه ما بزين لي؟ ما عجبتك ما عجبتني الا بتعجبني ليه؟ خلاص تعال محمد ما تستقبلون انت وش؟ استقبل بجي احنا مطار هي شغله انا بجي اسلم يا الربع صلوا على النبي شغله فيها مطار مطار؟ في مطار حول الدوادي ترى تشخص مطاركم ما في الا رحلتين رحلتين رحله